السلام عليكم. في الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكننا نديروا واحد عملية البحث على واحد المنتج، كيفاش يمكننا نقلبوا على واحد السلعة وسط من السلع اللي كنا سبقنا وشجناها في التطبيق ولا في لابليكاسيون. اذا اول حاجة غادي نحتاج ندير هو انني نتكونيكت ندخل لابليكاسيون. بطبيعة الحال غندير اسم المستخدم اللي عندي هو دائما محمد، وغادي ندير كلمة المرور اللي هي المود باس، وبطبيعة الحال غادي نضغط على تسجيل الدخول باش ندخل لابليكاسيون. اذا غتسنى شوية. من بعد ما كندخلو اول صفحة كتبان لينا من بعد الدخول، وهي الصفحة كما كتشوف في العنوان ديال لائحة المنتجات. هنا هادو هما المنتجات اللي كنت دخلت انا في لابليكاسيون، يعني على سبيل المثال يعني درت المنتجات ديال مواد غذائية ومواد تنظيف بحال هكا. لتحت كنشوفوا بان كاين مجموع المنتجات بعد البحث هو 13. اذا 13 المنتج اللي كاين هنايا، يعني كنذكر بان هاد المنتجات راه يمكن لابليكاسيون تبيع لكم اي منتج كما كان النوع ديالو، ماشي بالضروره تكون مواد ديال الغذائيه ولا التنظيف، هنا غير على سبيل المثال. اذا هنا كما كنشوفوا هنا عندنا 13 ديال السلع اللي كاينه هنايا، يعني والصفحه اللي جينا نحسبوا كتبين لنا غير 10، بحال مثلا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. علاش؟ لان الصفحه كتبين لنا على 10 ديال السلع، والتحت كيكتب لي هنا كما كتشوفوا في هذه البوطونه الصفحه التاليه، يعني الا ضغطت على هاد التاليه غندوز الصفحه التاليه بحال هكا. وكيبانوا لي هنا 3 ديال المنتوج اللي ما كانوش كيبانوا، كانوا في الصفحه اللي من بعد الصفحه الاولى. غادي نرجع عاوتاني الصفحه السابقه بحال هكا، وكنرجع الصفحه الاولى اللي مسجل فيها 10 ديال المنتوج. اذا هنا الا كانت عندنا 200 ديال السلعه مثلا، يعني ما كتبقاش هذه الطريقه هذه يعني عندها فايده انني نبقى نقلب صفحه بصفحه باش نلقى واحد المنتج. لهذا كاين هاد خانه البحث على المنتج اللي كتسهلنا كيفاش يمكننا نبحثوا على المنتج. طريقه سهله اللي هي كنكتب غير الاسم ديال المنتج وكيطلع لي بلا ما نقلب من صفحه لصفحه. مثلا هنايا غادي نكتب اريال، غير كنكتب ثلاثة ديال الحروف كيطلع لي المنتج ديال اريال كما كتشوفوا. لتحت كيقول لي مجموع المنتجات بعد البحث، لان درنا واحد البحث هو واحد اللي هو اريال كما كنشوفوا هنا. مثلا لنفرض غادي ندير بحث اخر، مثلا غادي ندير بايل كما كتشوفوا، غير كتب جوج الحروف كيطلع لي المنتج مباشرة. اذا كتبقى هذه هي الطريقة اللي سهلة، لان الا كانت عندنا السلعه بزاف غادي نمشيو على خانه البحث عن المنتج ونكتبوا السميه ديال المنتج وكيطلع لنا المنتج مباشره.